بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هكذا خاطب الله سبحانه وتعالى الجماعة المسلمة الأولى ووجهها إلى تجارب الفئات المؤمنة والأمم المؤمنة التي سبقتها. هكذا يربي الله سبحانه وتعالى عباده الذين اختارهم لتحمل أعباء الرسالة وتحمل المسؤولية الإلهية. لا بد من الصعوبات، ولا بد من المحن، ولا بد من الضغوطات. إن النصر في أي صراع ليس بلا ثمن. الحرية لا تأتي بلا ثمن، الكرامة لا تأتي بلا ثمن، العزة لا تأتي بلا ثمن. لا بد من دفع ثمن النصر وهو الدم. لا بد من خوض المحن والصعاب والمعاناة لتصقل الأمة وتتأهل من أجل تحمل المسؤولية والرسالة. إن لم تمر الأمة بالصعوبات فإنها لا تمحص، والتمحيص يكون في اتجاهين. الاتجاه الأول هو تخلص الأمة من المنتفعين والانتهازيين الذين يتسلقون على جراحات المستضعفين من أجل الوصول إلى مآربهم الشخصية. والتمحيص الثاني هو تمحيص الجماعة المخلصة المؤمنة المجاهدة، وذلك عبر خوضها للصعاب والتحديات والآلام لتتأهل لحمل الرسالة ولتتخلص من العيوب وليقوى عودها لكي تستطيع وتتأهل لحمل أعباء الرسالة والمعارضة والاستمرار في التضحية والصمود، وذلك لتقوى تجربتها ويقوى عودها وتستطيع أن تبارز التحديات وتواجه كل التحديات. في كل أمة يبرز رجال يكتبون تاريخها بتضحياتهم وبصبرهم وثباتهم. اليوم نقف لنؤبن رجلا من هذه الرجالات وبطلا من هؤلاء الأبطال الذين نقشوا تاريخ العزة والكرامة والأنفة بدمهم الزاكي. لقد كان الشهيد عيسى قنبر أنموذجا في التضحية والإيثار والإباء والعزة والشموخ، لذلك استحق أن يكون نجما من بين الشهداء، نجما لامعا بين الشهداء. لم يستطع النظام الخليفي أن يفل من عزيمته حتى بعد أن حكمه بالإعدام. هناك بقي الشهيد عيسى قنبر سنة كاملة من اليوم الذي صدر فيه الحكم إلى اليوم الذي استشهد فيه، وكان النظام يحلم أن يرى في عيني قنبر انكسارا أو ضعفا، ولكنه لم يرى في عيني قنبر إلا بهجة وسرورا وإصرارا على التضحية والشهادة. لقد كان قنبر يخاطب أصحابه بأن لا تدعوا لي بالخلاص بل ادعوا لي بالشهادة، وكان بذلك يسطر ملحمة
من أجل التضحية والفداء والصبر. لقد تحول الشهيد عيسى قنبر إلى مدرسة يخرج منها الأبطال ويخرج منها الذين يهزؤون بحكم الإعدام. نحيي كل الأبطال الذين يرزحون في السجن المحكومين بالإعدام. نحيي عوائلهم المضحية الصابرة الثابتة. ونحيي الشيخ نمر النمر الذي حكمته العصابة والقبيلة السعودية بحكم الإعدام، وذلك لأنه جهر بصوت الحق ولم يأبه بتهديداتهم ولم يأبه برصاصات الغدر التي وجهت إليه. إن الذين حكموا على الشيخ النمر بالإعدام هم نفسهم الذين هدموا مساجدنا، وهم نفسهم الذين قتلوا أبناءنا وانتهكوا أعراضنا وحرقوا قرآننا. يريدون قتل العزة والأنفة والكرامة والإباء والشموخ في شيخ النمر، ولكن هيهات أن يقدروا على ذلك. إن قبيلة آل سعود قد تجاوزت كل الخطوط وقد تعدت كل الحدود الدينية وكل الأعراف الدولية، وها هي اليوم تدخل اليمن وتحاول قتل ثورتهم كما حاولت قتل ثورتنا، وها هي اليوم تقتل أبناء اليمن كما قتلت أبناءنا وإخوتنا في البحرين، وها هي اليوم تتعدى على مقدسات اليمن وحرمات اليمن كما تعدت على مقدساتنا وحرماتنا. رسالتي إلى إخوتي في اليمن، إلى أعزائنا وأشقائنا في اليمن، المعركة اليوم باتت معركة قيم وتجاوزت كل الحدود الجغرافية. فالذين يقتلون الأبرياء في سوريا، والذين يقتلون الأبرياء في العراق، والذين يقتلون الأبرياء في اليمن والبحرين هم أمة واحدة، وهي أمة الكفر والنفاق، وهي جبهة واحدة، وهي جبهة العصابات التي تحكم دولنا بالقهر والغلبة والنار والحديد. يريدون خنق التواقين للحرية والعزة والكرامة، يريدون محاصرة العزة في نفوسنا. لذلك اليوم نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف وأن نتصدى لهذه الهجمة الرعناء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبروا وصابروا ورابطوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن شهداءكم هم شهداؤنا، وإن جرحاكم هم جرحانا، وإن قضيتكم هي قضيتنا، وإن دماءكم هي دماؤنا. وفي الختام أدعو أبناء شعبي للتضامن الواسع مع إخوتنا في اليمن، وأدعوكم إلى الابتهال إلى الله في أمسيات دعائية لإخوتنا في اليمن بأن ينصرهم ويثبت أقدامهم وأن يلبس المعتدين الخزي والعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.